هذا التغيير الاداري او الهيكلي اللي حصل في برومو ميديا لسه ما شفناش تاثيراته على تعاملاتها في السوق؟ عشان بقى له 3 ايام يا بيه بقى له 3 ايام بس ما احنا مصابرين بقى لنا 3 سنين فعشان كده لا 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 اليوم لا بيفرق لا 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 لا, لا, لا انا عايز اقول لك على حاجه شركه برومو ميديا يعني التاثيرات دي هنشوفها اه ده موضوع تاني فعلى فكره يعني برضو حتى لو في فجوه زي ما قلت لحضرتك اذا كانت موجوده في محطه لا ما بتكلمش دلوقتي على تاخير تاخير مصروفات او تاخير تدفقات ماليه انا بتكلم على فكره توزيع راس المال في البيزنس ما هو طبيعي ان شركه كانت 4% من السوق النهارده بقت فوق ال 30% من السوق طبيعي جدا ان ممكن في الفتره دي على ما تطلع ان يحصل هزه ماليه بسيطه الراجل طلع وقال انا مدعم الكلام ده كله انا في الظهر وانا واضح ده نجيب اللي بيقول الكلام ده يعني خد بال حضرتك وزي ما برضو رد على حضرتك في الحته دي النقطه الاوسط وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو المهندس نجيب شايف ان عقد قناه الحياه هو عقد مهم جدا وده قراره معايا ان الحياه هي بالنسبه لنا هي الاولويه الاولى في